السلام عليكم، معكم أيوب الماشي ومرحبا بكم في فيديو جديد. إذا كنت تشاهدني أول مرة ما تنساش بقى دير واحد بقى محمر كليكي عليه. معك أيوب ماشي، متخصص في خفة اليد والأنات متنوعة تنقل فيها ماشي غير خفة اليد، بزاف حوايج. كالعادة قبل ما نبداو الفيديو غنقول بحال هكا غنقراو لك أحسن ثلاثة كومنتات من الفيديو اللي فات. أو هاك الفيديو واش غندير فيه؟ المهم باين ليكم في العنوان غنعلمكم هاك الحركة، يعني فيكم مختلف وهو تعليمي. المهم بزاف منكم عفوا بزاف منكم قلبوا مني هاد الحركه اللي درتها في الفيديو الاخير اللي صورت، فقلت غنعلمها لكم في الفيديو. المهم قبل ما نبدا، الا كنتي جديد دير ابوني باك الشركة تحت وفعل الجرس، وكل هذا ما تنساوش لايك شير سبسكرايب كومنت. ندخلوا في الفيديو. هاد الحركه ما فيهاش تفاصيل بزاف وصعيب انني نشرحها، هادشي علاش اذا انت ما فهمتيش شي حاجه من ننسى الفيديو. إذا ما فهمتيش عاود الفيديو وديرو سلو موشن أي على الباقي وغتفهم. المهم أول حاجة مسكة ديال الأنانت تكون بحال هكا. الزوين فيك الحركة أنه يمكنك تعاودها أكثر من مرة، وماشي ضروري تكون لاعب خفة باش ديرها، تقدر ديرها في وقت امتحان أو التفكير أو أثناء المراجعة. وأنا عن نفسي ملي تنبغي نعقي شي شخص يسني في الكارطة ديالو تنجبد ستيلو تندير ليها هكا ونعقي ليه. تفضل. المهم شد بحال هكا بالابهام والسبابة. اوكي كل ما عليك هو تراخي الدقة، شوف الى رخيت الدقة اش غيطلع غينجي ستيلو. نصيحة ما تدوروش هيك، لا رخي الدقة فقط اوكي وخلي الجاذبية تكمل. ملي غتراخي الدقة شوف تشدوك تراخي الدقة غينجي ياك. الاصبع الوسطي كاين خلف القلم، ملي غتحيد الابهام وغترفع الوسط كاين شوش خيطرة. اوكي عاود. المهم كما تنقولكم ديما جيب السيلو وتعلم معايا خطوة بخطوة، ماشي تمشي تتفرج في فيديو هذا تمشي قبا غاد التليفون ما غاد دير والو. تسد هاد المسكة ترخي الدقة الوسط في الخلف وقلع هاد المسكة ديال الشجرة. المهم الى وصلت تحت لهنا انت تخلصت تقريبا من اسهل جزء وغادي لأصعب جزء، هو انك ترخي الدقة هنا. اوكي صعيب نقلب شنو موشن، ولكن بحال هكا تشد انا بحال هكا خد دقة فقط وخلي جديد بيا تكلف. نعاودوها سد السيرو بحال هكا خد دقة الوسطي يستلم على من عند الابهام، تاخد دقة مرة ثانية وتجيب هاد الابهام في الخلف هنا، يعني الابهام كان هنا في اخر مرحلة غتجيبو هنا وغدور وتهبط الوسطي باش ترجع الأولى من بديتي. أوكي إلا وصلتي هنا أنت راك كملتي كملتي الحركة، ما عليك إلا أنك تبقى تعاود فيها. ركز معي مزيان، هاك المسكة الغريبة كيف ما تتشوف ترخي الدقة الوسطي يقلع الأهلام ويبقى بين الوسطي والسبابة، ترخي الدقة من جديد ويجي الإبهام يستلم ألم وأنت رجعتي للخطوة الأولى. إذا كنتي تتبغي ديرها ملي تتفكر ما ماشي مشكل كبير شحال ما بغيتي من مرة، اما الا كنت لاعب خيف وبغيتي تقاي الشخص يسمي في الكرك او تقاي يكتب شي حاجة، نصيحة ديرها مرة واحدة وصافي. عفوا سمحوا لي تنعلمكم وقع لي شي. المهم نصيحة ديرها مرة واحدة فقط. المهم علاش ملي تنديرها بحال هكا ما تتبانش واعرة، تقريبا ما تبانش بلي السيلو تيدور كاع، حيت بحال هكا ايدي ثابتة. اما انا ملي تنجي نأديها تنأديها بحالك تنحرك يدي. اوكي انت غترف صعيب نديرها بالباقة صعيب. المهم انت غتعرف كيفاش ديرها، غتحرك يدك مع الحركة، اما الا كانت ايدك ثابتة ف المهم ما بيهاش.